رحيم بالمؤمنين. هناك قصة عجيبة أحبتي في الله لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع في منكر عظيم وذنب كبير. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أتى المشركون فحاصروا المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظة عهد وميثاق أن يكونوا مجتمعين على كلمة واحدة من أجل أن يدافعوا على هذه المدينة. فعندما أتى المشركون خان بنو قريظة عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما انتهت معركة الأحزاب والله جل وعلا قد غلب جند المشركين، أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة وتقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: فليصلي كل واحد منكم العصر في بني قريظة. فذهب الصحابة ومنهم أبو لبابة، فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة 25 يوم، 25 يوم حاصرهم صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل إليهم أبو لبابة. لماذا؟ لأنه أبو لبابة كان بينه وبين بني قريظة في الجاهلية تجارة وصداقة قديمة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبو لبابة رضي الله عنه، فدخل عليهم فقال لهم أبو لبابة: أنزلوا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلوا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود أذكياء أهل فطنة، نسأل الله العافية والسلامة، فيهم دهاء فيهم مكر. أخرجوا لأبو لبابة رضي الله عنه الصبية والنساء يبكون، فحزن عليهم أبو لبابة. في تلك اللحظة عندما حزن أبو لبابة على اليهود، اليهود سألوا أبو لبابة سؤال، فقالوا: يا أبا لبابة، ما هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم فينا؟ أبو لبابة يا إخوان ما تكلم بكلمة، أبو لبابة أشار بإشارة في هذا المكان القتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم بأن يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وأطفالهم. أشار إليهم بهذه المنطقة، أي القتل. فيقول أبو لبابة: ما إن وضعت يدي إلا وعلمت أني خنت الله والرسول. حركة واحدة، الله المستعان. المهم أحبابي في الله، خرج أبو لبابة يقول: عزمت أن لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم آيات تتلى إلى قيام الساعة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أبو لبابة عزم أن لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وقيد نفسه على سارية من سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ليالي. أبو لبابة يستغفر الله الرحيم، يستغفر الله الرحمن، عاد إلى الله سبحانه وتعالى وأناب. بعد 6 ليالي نزلت توبة لبابة من فوق 7 سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السحر عند أم سلمة رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أحبابي، قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أذهب أبشره؟ هذا قبل نزول الحجاب. أذهب أبشره؟ قال: اذهبي فبشريه. فبشرته أم سلمة، فأتى الصحابة كلهم يريدون أن يفكوا قيد أبو لبابة رضي الله عنه، فقال أبو لبابة: والله ما يفك قيدي إلا رسول الله الذي أرسله الرحيم سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. إخواني، أتى أبو لبابة بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آيات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الشاهد: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. الرحيم بالمؤمنين، لكنه رحمن بالمؤمنين وبغيرهم من الناس. الله أكبر.